افكار كل يوم افكار مين تدور هدور واللي ناوي على رجيم واللي دبر في فطور. سامحني شكون هذا؟ مدام الاخبار من فوق النار سار بيك يجيك التور ضحكوا لعبوا برشا دمار ام عليها ولادها فور. مدام وجيها مدام ولادها دايره بيها مدام تسعه ونص نسمع فيها وجيها اسمعها حتى النص النهار. بونجور صباح النور صباح الورد والياسمين. حلقة الخميس 24 مارس من مدام وجيها، ان شاء الله نهاركم زين. شكرا انكم اخترتوا ترافقونا كيما كل يوم تيلة ساعتين وشوية نحكيو فن اخبار ذمار تتلقاو النصائح والمعلومات واكيد برشا موزيكا برشا ضحك برشا جو برشا كلام حلو. هيا سيدك من توا حتى نص نهار. يرجع الثلاث اليوم يرافقني والحمد لله الحمد لله يا ربي. غاب علينا البارح ابن المدلل يوسف، سألته عليه واش بيه اخويا واش بيه يخدم على روح ربيعين ما ساعات تجي ذريبتك يا عبد ما يقولش ليه ها نكفروا بالنعمة. صباح النور بونجور وجوج بونجور الولاد بونجور الناس كل اللي تسمع فينا شل عادي وقيت بهم توا حتى النص النهار. غبت البارح قلت تمشي ما تتحسن الامور ما تبدل شيء مع خونا دالي نفس الكليماتيزور نفس دليل كلام يوم قال لك جناب ويوجعوا على الاخر واليوم الكليماتيزور دونك الرجيم جماعة اللي يتحكموا في الكليماتيزور لهنا يسكروه راهو بردنا على الاخر. سينو توحشتكم البارح وجوج حتى احنا دونك البارح غبت لانه التزامات مهنيه ان شاء الله في رمضان تو تفهموا برشا حاجه. ربي عينك ربي عينك احنا ما نجمو نقولوه كان ربي عينك ما نجمو كان نوقفوا ونساندوا ونحبوه وكها حاسه انه يعمل في عمله ما نعرفش شنو الحقيقه نتاع ربي جبد على جنب وجبد على كتف وجبد على درشنوه هذا لا يهم. رمضان في الطريق ان شاء الله يا ربي من هنا رمضان يبدا رايد لابد شدد الحيط الحيط الحيط. ادوبليك شي بونجور بونجور صباح النور صباح الورد صباح النشاط الحيويه يا وجوج والله العظيم راني نقوم الصباح هكا في السر راهو نشرب حربوشه الضحك حربوشه لي زون بوزيتيف. خاطر بورانجا سالتني قبيله قالت لي لاخي شنو عامل كل يوم تجي هكا في فورما قلت لها والله الحمد لله يا ربي نشكر بابا وامي اللي جابوني الدنيا صحابي اللي حبوني وصحابي وبروفيتي اللي ضربوني كمل واشحد يبلي السيات اللي طردوني انا ما في بالنا بيك دونك نقوم ناخذ في حربوشه السعاده ان شاء الله ستوب مهم شي يسمعوا فيه قسم بالله العظيم لا معناتها سعاده نقوم الصباح فرحان ديما دي زون بوزيتيف نقوم نفتح نقوم نعمل جو حتى وانا نغسل في وجهي نعمل ضربات هكا الدنيا مفانيه يا وجوز ما فيها لا لا زيني من الجمله هذيا الحمد لله فاش مشيت بالكدي تجيني تقول لي الدنيا فانيه فاش تاكل الدنيا يا دنيا حاجتي قبيله باش تسمع وتاخذ شويه امل تجي تقول لي الدنيا فانيه والله شكرا لك شكرا لك دلي باهي لي زون بوزيتيف تجي بيهم انت تدخل بيهم تشرهنا هكا شوي اي محليك محليك اكها وفقط ستوب نقف فوالا سيارة بيضاء ذات علامات ما نعرفش تقف دائما كل يوم أمام الإذاعة تحمل لنا ابن الجميل ذاك على شغل ديما اسبابته هكا اطلق لقال دار ما عفزش الأرض سبحان الله من الفرش للواحد صحيح للكربتون ابني البقوس صباح النور صباح النور الوجه صباح الخير وخيرتي المزيانين أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكل الحمد لله لاباس صافا ان شاء الله مبروك يا اخو ما تضحناش ياسر لا ان شاء الله مبروك ماتريكول كهربا رجاء لا شمت لافيكس سينو لاباس انا فاهم خويا الدليف اش قاعد يعمل توا القطايع قاعده تتكلم وهو معناتها عنده مبرر للشيء هذا قاعد شيئا فشيئا يسير نحو الاكزام من شهر رمضان ناوي على سيرتيفيكا باذن الله باش يبعثها لديار مفتي الجمهوريه ولكن لن تنطلي ليه تهني باش تصوم السنه انا معك بهيك معايا بلي وجهو هي راهو الكهرباء على ذكر الكهرباء راهو نفس الكهرباء نتاعي انا كي نغزل الكهرباء البيضاء وقلت وهذه كهرباء وكهربتي كهرباء دونك باش تفهم راهو مش فايده في الكهرباء في الكهرباء كهربتي كهرباء باش تدخل الكهرباء تلقى الكهرباء كتاب تلقى الكهرباء تقول انا كهربتي كهرباء كهرباء بسم الله العظيم ما تجي حد شيء هاي يا سيدي كيف من سيدي سوداج
حلقتنا باش نبداوها لا مش بالسونداج، خاطر قبل نحب نقول لمستمعينا اللي يحبوا اللي يحبوا يستمتعوا يعجيو صبحية مزيانة جميلة ورائعة معنا يجيو بحدنا غدوة في شارع الحبيب بورقيبة. أنا وأولادي في حلقة خاصة من مدام وجيه من قلب للقلب، دي جو وانيماسيون يستنوا فيكم وبرشا برشا 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 كدوات للربح. ما تنسيوش غدوة من 9:30 حتى نص النهار في شارع الحبيب بورقيبة. يلا حاضرين لأولاد الغدوة ولا مريقلين؟ ديجا تلقانا غادي من تهوى نحب تاخذ تسيقك البلاصه هذيك وكله وتترشر شكيت شويه وتعمل ريبيراج اليوم. شنو؟ نعملوا ريبيراج اليوم بالليل. بالليل شو يعملوا ريد مارسي بالليل يعملوا ريبيراج؟ اي والله جوبي. اليوم شنو هو؟ هو اليوم خميس، غدوة خميس. صباح نبدا قلت غدوة صباح. يلا اكيد تو باش نمشيو لوين؟ سونداج. هاي به كيف ما تعرفوا الايامات هذه برشا اضرابات، البريد، الغاز، ستيك، برشا 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 حاجات. هذيك علاش سالناكم هل اثرت الاضرابات في القطاعات الحيويه قسم بالله، خاطر قاعده نتكلم ونخمم في نفس الوقت نشوف. سامحوني من سامحوني انا ما يلزمنيش نعطي راي. هل اثرت اضرابات القطاعات الحيويه مؤخرا على سير الحياة للمواطن التونسي؟ ها لولاد ناخذ رايكم بربي، انت كأب وكله عندك اسره وانت ليلهي تخلص الماء والضوء الدنيا والبوسطه والجري والهيت، قل لي. بيان سور بيان سور، كل نهار اضراب راهو معناتها نهار روتار على الحاجه اللي كنت باش تعملها، معناتها في بلاصه ما تعمل تقضي قضيتك اليوم راك باش تقضيها غدوه بعد غدوه، اوتوماتيكمون باش يصير ديكالاج في البلاد الكل، باش يصير ديكالاج في اي قطاع من القطاعات اللي عاملين اضراب. يهديكم ربي، راهو الاضراب من حقكم باش تضربوا، اما راهو المواطن الزوالي معناتها ما عنده حتى دخل في الاضراب نتاعكم. اخدموا حطوا باند معناتها حمراء وقولوا ما مطالبكم، اما راهو المواطن علاش يمشي ديما في السقي؟ باه راجح صعوبات لقيت صعوبات ولا موافق 6000 في الساعه هو حق الاضراب، ولكن الحقيقه الحقيقه معناتها كان نقعد كلنا توا في طاوله هذه بلاد باش يصير فيها اضراب. خليني ساعه نبدا اعطيني اجابه السؤال. الصعوبات انت صعوبات حسيت فما صعوبات فيش بالضبط فين قطاع من القطاعات مثلا انت الجمعة تقلق اللي فات مثلا مش يلزمني ماك تعرف الوقت توا في الراديو كيفاش دونك ما تسرق سويعه تقوم لها بكري برشا ايفور باش تمشي تعمل مثلا تبعث ماندا ولا تجبد فلوس ولا كذا، مثلا تدخل البوست على صباح تلقى اضراب. هاي كيفاش عملنا وجملي حناخذ بيرميسيون اليوم تغدوه ولا نجي روتار نهار اخر ولا كيفاش؟ ساشون بيان اللي فما عباد مثلا اولادها تقرا في الجهات ونعرفوا اللي المونديال ميلوت معناتها يلزمها توصل في وقتها، كيفاش تصرفوا؟ عباد تمشي القباضه باش تخلص فينياتها، يخرج من القباضه ماهوش مخلص هو مضرب يشدوا الحاكم يعمروا له خطيه. اكزاكتومون. والماء 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 زيده بذيه قصال الماء راهو اسمع ما نشوفوهاش هكاك برا عبي اسطله. شنو عبي اسطله؟ والعباد اللي طيب في دارها وتغسل معونه وتعمل ودنيتها، شو مش ماكل في الشارع ولا كيفاه؟ ناس ما عندهمش وعندهم صغارهم ومعناها ما ساعات امكانياتهم ما تسمح لهمش. يوسف والله وجه شو راهو بقطع النظر انه هي مشاكل نتاع وقت وكل شيء، راهو لازم زيد تخموا في النفسيه نتاع العبد لانه كي يلقى روحه والبيبان مسكره قدامه على الصباح باش يقد قضيت راهو النفسيه تتضرب برشا برشا، ووقتها تصير الحالات نتاع الاحباط اللي نحكيوا عليهم وحاله الحاله النفسيه نتاع التونسي طايحه وكل شيء، وزيد معناتها باللي تعدينا به الكل وبالكورونا وبكل شيء تو وليت جريفيت وكل معناتها بخلاف انه العبيد قاعده تتعطل راهو حتى بسيكولوجيكمون راهو حاجه تعب برشا الاضرابات هذوما، خاطر العبد يحس روحه قاعد يحب يقدم فما شكون يجبد فيه معناتها التالي اي بيبان لطف مخيبها الكلمه مي بيبان مسكره على الصباح تمشي باش تقضي قضيه سيكولوجيكمون تتاثر والله قبيله اسامه صافي لحرش ولدي هب التصويره بالحق قلبي وجعني بوسطه مسكره وحاشاكم حاجه قدركم الزبيب اللي موجودين تغم تعش معناها متكمه متكمه معناها تصور انت صباح تخرج تلقى منظر كيف هذاك مش حلو مش هذي التونس اللي يحبوه الحقيقه والمسؤولين يحبوا مسؤولين بالحق يرعشوا على البلاد هذيا ويخافوا عليها بيان سور باش تقابل المواطنين كانك انت تخدم زاده كيف كيف باش تقابل العباد دونك هذاك باش يرجع من بعد تولي فما عندك سلسله وتنجمش تقطعها ان شاء الله يا خويا. الحكايه هذيا توفى لو بلو تو بوسيبل زاد معلينا شهير التونسي يحب يرتاح فيه يحب يتفرهد فيه يحب
يحب بالحق بيلو يرتاح، يحب يتعبد رايض، يحب يسوم رايض، يحب يرتاح رايض. دونك شويه معطيونا شويه كل واحد من عنده شويه اكسجين، شويه اكسجين. انتم زاد مستمعينا شاركونا رايكم على باج فيسبوك راديو اي اف ام وعلى انستغرام زاد كيف كيف، كيما تنجموا تكلمونا وتقولونا رايكم ونقدكم وانتقادكم وتوصلوا اصواتكم كيف كيف على 71 194 194. في اشكي للمدام، لكن قبل هذين نمشي نشوفوا احوال الطقس مع لوفا. صباح النور لوفا. صباح الخير، كيف الحال؟ صباح الحمد لله. بربي شنو هي القطاع من القطاعات اللي فريمون انت عطلتك البريود هذه اللي مسكره من البوسته من المستيك من الدنيا من كل شيء؟ غريف. ما تعطلش له ليه؟ عليه ما تعطلش الناس عندها قدراتنا يا اخي، والله ما نعرف. وكلهم يعطلوا هما يا اخي، طرق البوسته مسكره وطرق البلديه اي ورقه باش تخرجها ما تنجمش تمشي للبلديه تخرج ورقه. حالة ربي تونس الرقمي ايه برا ربي قدر الخير الحجر. مكشيحه صباح النور، نحس فيك مكشيحه عامله هكا مشطه ودنيا وكل لونتييت نتاع فروحات. ربي سهل ربي سهل، خلينا نرتاح ربي سهل. يلا الاخبار بعد نرجع نكملوا مع المدام والابناء حتى نص النهار. بعد شويه مكملين مع المدام وجيها على اي اف ام احلى راديو. اليوم مع نص النهار من التسعة ونص النص نهار، تبع المدام وشوف اللي صار مع وجيها الجندوبي على اي اف ام احلى راديو. اشكي للمدام وقول لها اللي في قلبك. الشيخوخة حكيت قدامنا مكسر وقالت كلمات بالعربي كيفاش يعني، قال لي على الغاز وتنسى وهذا 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 الكل وهذا فينا وحدة كيفي انا يعني عمري في الليش وسبعين سنة. لكن ما قالتش ليش نوع اسمع، يمكن قالت اسمع وانا ما فهمتوش. انا ندلل على ولادي ولاد وجيها الغالية، نجيها من كل شر، وذوك مش اولادها برك، هذوك شبابها الغالي، هذوك يجيبون هذه الطبيبة هذه متاع الشيخوخة. خاطر علاش الأولاد كيف يجيبوا طبيبة حتى متاع الصغار وكل كل يفهموها يخليوها تتكلم حتى لين نفهموا بالقداء. الأولاد يجيبونها الطبيبة هذه متاع الشيخوخة، بابا خليهم جداتكم يفهموا ويعرفوا وين بش يمشيوا لها وين بش يمشيوا، على الأقل يداويوا رواحهم قبل ما تجيهم الكزهايمر ولا شو اسمها. يتهاون ويحب يعمل إضراب ويضرب عن العمل تكي ويجيب غيره يخدم، علاش البلاد يوقفوا فيها هكا؟ مش حرام البلاد الكل اللي يخدموا في المعامل وفي الاخر بكل. انا كنمشي السنة سيس باش نشوف قداش عندي صبين ما نلقى حتى شيء. قولوني شنو نعمل؟ لا يزيد قصولي في شطار الشهرية شهرية ما يقعد فيها حتى شيء، تاكلوا فينا حيوني كيكو في الاخر ما نلقى صبان. انا علاش 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 نحن تعبين وربي يعني بحنا في الاخر بالكل. انا نوصل 50 عام ولا اكثر من جهه ناخذ تقاعد نتاعي ما نلقى حتى شيء. اشكي للمدام وقول لها اللي في قلبك. يا فهم مغرومة بيك والكيت ما يتنحى. مرحبا بكم مرة أخرى، العشرة وعشرة دقائق كنتم تسمعوا في المدام وجهة وبعدها الأبناء. مرحبا بكم وين ما كنتم، خاصة الناس اللي تحكوا بينا الآن الآن الآن. وقلوا مصبيحكم عسل دقلة حليب برشا حاجات مزيانين. هاي يا سيدك بسيدك بعد شوي باش نمشيو مرشي سيدي بوسعيد مع أساس وهيد. أما قبل هذا لقيت كيف ما تعرف نسكن وقت الضحكة والتفريدة وقت الحركة وقت النشاط والحيوية والسبور مع الدوبليكش في حركة بدنك تدشل. حرك بدنك ما يشر هيكش حتى تعرف كيف بدي يعمل في الحركات هذية. أقسم بالله العظيم ما عادش تعمل هذيك. نعم قلت لكم بدلوا لي الجينجل. ليه انت جبت قلت لك هيت حاجه نبدلوا بها تطلع الجينجل الاخير؟ تربى ما عادش يعاود صنعته. ليه مش حلو الحقيقه اللي جابوا المره اللي فاتت هكا ولا ليه؟ لو ليه تشوفتي وجوج نهار اللي جاب نهار اللي جاب الجينجل. نشكر خليل بالله خليلو خاطر هو اللي اختاره هو اللي عامله دونك حتى كان خايب مش انا راهو هو. برا يا سيدي شنو ليزيكزيرسيس باش تعطيهم اليوم؟ هاي سيدي اليوم باش نخدموا تقويه عضلات للصدر. الكاسيت هذيك قبل كنتوا ما خلطتوش عليها من غير ما تاكلوا تعملوا هكا في بالكم. انت خلطت على الكاسيت اكل الخيط هذاك اللي تشد بيان سور تكون تحكي تقول واليوم اذا كنت نزلوا فقط كانت هناك. ها خلطت على الكمان الاصفر. لا لا الكمان الاصفر الولقري
خلط عليه ليه الوركمان الاصفر يبدا هكا ومدور من هنا شريته هذاك والله حتى من المانيا جابوا لي خلي خويا ربي فضله أيوة. انا حتى احنا حتى انا من المانيا والله ايوه فكوه لي انا فكوه لي في انا نسيت اسم الماركه تاور شنو ايوه اسمه الوركمان تفضل الدوبلكش ديما يهزنا اللي زانيك 70 فبش وقتش مولود كل شيء جرب وكل شيء يعرف وكل شيء شري منه عام 50 مولود يظهر لي اي لي زيك دغسيس لي شنو معاود الدنيا مرتين مش خايب مش خايب مش خايب عاود نتفليكس مرتين وفي المرتين اخترت الدور هذا معناتها باش تهبط بيه شكرا نراجح شكرا نراجح بارك الله فيك معناها قمت ما عندوش وعي متشمت في روح اي تفضل دوبلكش هاي سيدي نبداو بالتمارين كما قلنا اليوم باش نخدموا رونفورسمون مسكولير للصدر ولا البوترين للعباد اللي عندها ترهلات في البلاصه هذيك وزاد للعباد اللي تحب تعمل فورما صغرونه للصدر كلكو سوا راهو نحكيو نساء والا رجال وراهم دي زيكزارسيس بور لي ديبيتون معناتها للمبتدئين نبداو بالتمرين الاولاني نشكر برشا بالله الكوتش ياسين اللي قام بالتمارين يعطيه الصحه كل مره هو على شكون متلكمت على كوتش دونك التمرين الاولاني ما في حد شيء نقعد على لي جنو نتاعي نحاول باش ظهري يبدا مستوي ايديا من البوزيشن تبدا معناتها مطلوقه نحاول نسكرها ونحلها وهي مستويه معناتها جوست نعوج شويه اللي كوت شويه باش هكاك ما نحسش انه الموفمون مستوي برشا ولا ما نحسش انه الموفمون لازمني نتبع الموفمون باه نتعداو للموفمون اللي من بعد نحاول نحط حاجه بين ايديا دابوزه ما ولا حتى مخده ولا اي حاجه ولا حتى التليفون معناتها نتاعي نحطه بين ايديا ونخلي شنو مخده ولا التليفون ما عندهم مش كيف كيف بالكل تفضل اي حاجه نحطها بين ايديا ونكبس عليها جو سير نكبس على التليفون تكسروا الدك تقوم باهي سيدي افضل شو مش نعملوا على كل حال شد حاجه في ديك او مش نعملوا تمرين مع بعضنا سهل على الاخر نحطوا ايدينا مع بعضهم اكبس نحط ايديك هكا شو ونحاول نكبس بالكدا علاش نحط في حاجه انا بربي ماني قصدي ويدي تعرق وحل حليله وتليفون ويولي كي تكبس وتقعد في البوزيشن هذايا وجوج شنو هي الحاجه اللي توجعك مع تبدا مكبوسه تحسها مكبوسه اولا الساعه يدي هذو اي ومن بعد لافومبرا لافومبرا صحيت وصولا الى الكتف وصولا الى الكتف وهذا كتفي من هنا يعطيك الصحه ليوا شكرا ليك ايمان عايش بنتي هذا كتفي بيمين هذا كتفي وجع فيا عندي درق دي بلي يسمع مش كانوا يجيو بحذنا شفت بلي والله هاي بالحق شفت ما عادش تفضل ربي يهديهم انا عملت حلقه كامله على تونزينيت مالك والله العظيم توا كتفي في حاله باش نمشي للدكتور هذاك اللي يجي بحذنا ديما صديقك اللي نحبو ياسر دونك نقعد في البوزيسيون اللي قلت لكم عليها تو مده 5 ولا 6 سكوند ونعاود نرخف ونعاود نكبس من الاول جديد نتعداو الموفمون اللي من بعد ولاد هو البومب مي البومب سهلناه للعباد الكل نحاولوا نحطوا ركيبنا في القاع يدينا مسكره ولا محلوله خاطر فما زوز انواع نتاع بومب باش نعملوهم زوز مع بعضهم دونك نحاول نحل ايديا مرتين قد عرض كتفي ونحاول صدري يهبط بشويه بشويه للقاع ونقوم البوزيسيون هذيك دونك الاكزرسيس اللي من بعد هو نسكر الكود نتاعي شويه مش يضحك فيك ما يتبضحك على نسكر الكود نتاعي لا مانيش تو بعد انت بتو بعد تفهم مش عشان خاطر انا قاعده نتبع في الفيديو ايش تشدوا القذرفه تو هاو ماشي هاو ماشي باهي والله نسيت هالكلمة أما تون نحاول نتفكرها يزمك تصحيح مسار أنت في الروبريك متاعك صحيح والله صحيح أنا كربحت 20 ألف أوكي يزم بربي سادة مستمعي يزم قولكم شنو اللي يصير قبل الحصة ديما كل واحد من الأولاد يعطي كلمة للآخر ويقول له شوف الكلمة ذي في الروبريك الفلانية يلزمك تلقالها بلاس تبليس تصحيح مسار عطاوها الراجح قالوا له قولها في روبريك دالي قلنا له كل سبور شنو دخل تصحيح مسار كل شيء يا اخي شو كيفاش قال عنده 20 دينار فاست يا عاد الله خير عاد نكملوا سيدي تمارين نتعداو للبومب اللي بعد وجوج اللي هي كما تشوفوا فيها على اي اف ام تي في هي نخلي ايديا معناتها دياغونال معناتها نحاول نقدم يد اليمين بارابور لليسار والعكس بالعكس دونك تمس مره البوترين شيره اليمين مره شيره اليسار راهو تمرين افيكاس على الاخر وكما قلت لكم راهو تنجموا تحطوا لجنو نتاعكم في القاعه والعباد اللي تنجم من غير ركايب في القاعه زاد كيف تنجم تهز ركايبها من القاعه وتقعد في البوزيشن تاع البومب العاديه
دونك ما فهمت شيء اقسم بالله مين احنا نسهلوا البومب البومب راهو نورمالمون ما غير ما تحط ركيبك في القاع انت كيل كيل بلونش معناتها بدك الكل سهل دونك تنجم تحط ركيبك كي عندك قبل في السبور وقتها بومب الاولاد من غير ما تحط ركيب بومب البنات يحطوا ركيب يحطوا ركيب باهي نتعداو للبومب الصعيبه شويه اللي هو شنو نطلع الباسان تاعي الفوق وجوج معناتها يبدا الباسان تاعي الفوق ديريجي فيغ لو مش نعمل كيما الفي مقلوبه ببدني معناتها ونحاول نهبط نمس القاع بالبوترين زاد كيف كيف هذه راهو من اصعب لي بومب مي راهي تخدم سي تري افيكاس جربوها كان نجمتوا تعملوها سينو ما فهم حتى مشكل نتعداو الاكزرسيس اللي بعد اللي هو نحاول نخلي حيط قدامي عندي حيط والا انا خدمت مع العرسه دونك اوبستاكل يعطيك صح الحيط قدامك نبعد على الحيط بريسك نخلي حط قدامي نبعد بريسك متر وجوج ونسيب روحي مع العرسة كما قاعدين تشوفوا نحاول انه نعمل جوكريك البلان كليني هذاك معناتها نهبط بصدري للعرسة ولا للحيط وندز مرة باليد اليمين مرة باليد اليسار دونك هذوما خليني لكم بريسك 8 تمارين يخدموا للمبتدئين راهم الكل سهلين ما غير حتى شارج بالبوا دو كور هكاهو ويخدموا زاد البوترين جربوهم تغرموا بهم يخدم الزدر واليدين وهيك باش ما تبداش هكا فما كالتراهلات هذيك مش باهية برشا احنا ما نحبوهاش نسي خاصة توصيف على على هكا شوية بروتيل على واحد يبدأوا اليدين مكبوسين والكتف مكبوسين تبدأ صحيح الوقفة باهية ويبدا معناتها حتى الشيء اللي تلبسه ما يبدا مزيان ومزيان وفما حاجه اخرى وجه حتى العباد اللي عندهم مشاكل في الظهر كي تكبس راهو البوترين نتاعي تتشحط وحتى الوقفه نتاعك تتبدل والكولوم فيرتيبرال نتاعك يبدا مستوي زاده كيف كيف شكرا ليك دوبليكشي واضحين ليزيكزارسيس بارك الله فيك شكرا للاخ الصديق دوبليكشي اللي عمل لنا ليزيكزارسيس دونك مستمعينا تنجموا تعاودوا تتفرجوا في الفيديو كامل على الباج فيسبوك اي اف ام راديو قبل الفاصل نحب نحكي لكم على إكسبو ريحة رمضان نجم تعطيني شقطق واه ريحة رمضان كان تحبوا تدلوا رواحكم والعزيز هاوا ايش بيك ما ميسالش راهو نجم نقولوا اللي احنا ما تفاهمناش انا والمخرجه راه ما تفاهمناش ميسالش مستمعين يحبوا راه اي جست ماما حط مع معايا المنتخب قايم على فاس الغلط اضربوا غنجه جت ما غاديك تجري يا بابا يا بابا يلا يا سيدي كان تحبوا تدلوا رواحكم العزيز عليكم وتحبوا تفرحوهم ورمضان على باب ما عليكم كان تمشيوا لإكسبو فونت ريحة رمضان نهار الجمعة والسبت 25 و 26 مارس من 10 متاع الصباح حتى للسبعة متاع العشية في إيموبل لويتي لاك دو وين احنا وين الغاديو متاعنا لوتا برشا دليل يستنى فيكم دي كرياتور اي ارتيزان في إكسبوزيسيون فونت تلقاو فيها برشا 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 كادويت كل ما يخص ديكوراسيون دانتيريور ومعون رمضان ولي برودوي دو تيروار دي اكسسوار زيدا دونك تحليو بيهم دياركم ولبستكم مي لا ما تفلتوش الفرصه وفرحوا اللي تحبوهم ودلوا انا باش نشي برشا حد الاولاد ودلوا وبداو حضروا رمضان في الاكسبو ريحه رمضان هاي نجم نمشيو مرش سيد بوسعيد وتحب تمشي فاصل سيد المخرج يلا من الفاصل عادي لي طول اكسسوها في مرش سيد بوسعيد كي تقول ربح تقول اي اف ام وكي تقول ان تبع المدام وشوف اللي صار مع وجيها الجندوبي على اي اف ام احلى راديو المارشي سيدي بوسعيد باش تبدا استهسوها اليوم في بوا مارشي بوا مارشي استهسوها صباح النور بونجور صباح الورد شحويلك اشني يحويلك انت والله الحمد لله مشينا عملنا دور على البحر عملنا تصويرات مجانيه الله الله ما شاء الله هكا واحد ما علاش تقول عملنا ديما نحكي بلغه الجامعة ما نعرفش علاش انت ما عندكش الحق تكلم بلغه الجامعة من انتم من انتم تكلم بلغه الجامعة انت فقط وحيده نحن ولدت وهيك لا لا ساسويت 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 معك من تيذي بالعاني راه باش ما تقول شكون معاه نحن ساسويت لا لا والله نحن الابطال يلا ساسويت الجميله الرائعه صحتي وراتك تو نفيقوا بيهم ما تخافش عنا نحن شكون يكشف هبطهم لازم تشوفوهم ما شاء الله هبطهم ستوري على انستغرامي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بناتي محليك حبك يسري والله بصراحه تعرف وقتاش تمشي سيدي بوسعيد
الشمس مريقله نهير بيهي فهمت نهير بيهي ماشي سيدي ابو سعيد صبيرات وشمس انا ولا متساوره انا نشوف فيهم متساور نشوف فيهم امونه انا بعثوا لك تصاور من بعد حطهم لنا على الوحده نتاع فوالا هاك على جنب متساوره شعركي بوسي ونوسي ونوسي افتم كذيك مرت نور شريف تبدأ على البحر تجري وشعرها يهفف تبدا تعيط من احمد هكيك وشعري يهفف وريح ودنيا والموجه اي نعم نقصني احمد ما وينو ذاك بتاع المونجير الكبير ما اسموش احمد احمد عم بدلوا له اسمه ده انا مليون شويه اسمه احمد اي بيه معناه انت تاو تحب عندك حويجه وتحب على احمد زيده فهمت ليه نحبه على اسم مش الشخص تربش بيها احمد بركه ساسو انت برا بركه مش مشكله يلا ساسو انت اعطينا اعطينا ونشوف فيك في قهوه قاعده ولا وين هذيك قول دخلت حميه هذه ماشي سيدي بوسعيد محلي هو كيفاش مبني وكنت شايف وش عليها دار عربي ما دار بوسعيديه دار عربي بوسعيديه شويه هكا نعطيه ونبدأ نعطيه بوسعيدية تتصرف هي تتصرف الانتقاء الكريمة بوسعيدية في رأس الشرنن معنى انت توا ماكش ما بهتكش دبلكش باش تبهتك ساسوها هذه قريتها انا ما قريتش هكا قريت انا هكا معطى الخضرة شمية تسمى ولا رأس حوتة مستطيلة هكا مي سيريش تتعلم ما فهم الخبرة فهم قراية رأس الحولة انت قلت مرة اللي فات ليه ما قلتش حولة وصلت وقتها كونيكسيون عم ترتق ترتق عنا كونيكسيون عم ترتق على فازير على فازير عشان تكون بالصدر يلا ساسوال جميلة رائعة تفضل ما شاء الله فما عصيفرات صفر لهنا يسلموا عليكم باش نبداكم في البصل على خاطر الناس وين مع سفرات بعد عطيتني البصل وريني العصافر من بعد هاتوا البصل هي عيشه بصل بصل لحظه بركه يطعوش فلالس يا سهسوها والله هذاك علاش قلت له وريني لحظه بركه عليك كانالو ما شاء الله يزفروا هاكم كانالو كانال ما شاء الله ما شاء الله صفر صفر انت تعرف شنو انواعهم انا ما نعرفش الحيوانات عنا البصل دينار و80 ايمان ميرسي كنت نحيلي من التصوير شكرا لك خاطر سي معك شفيت تفضل وي الفلفل الحار 3750 عنا البطاطا تسعيرة الحاكم ما نقوله بلغتنا 1380 تسعيرة الحاكم بلغتنا بلغتنا بلغة الشعب لهجة الشعب تفضل تفضل لهجة الحاكم فوشان تاع الحاكم نعم طماطم 1950 نزيدو نعملو دورة لهنا شعنا اخر بيتنجي 2500 القراعة الأخضر بوتوزينة نقاوها بالفين ود القمرة ريود الخيار خيار 1950 البروكلو 675 بالنسبة للكيلو القارس 690 شين نقاو آخر السلق السبناخ الكيلو على 2500 التفاح نقاو يتباع على 5000 3000 لخشين 3750 بالنسبة لنا هذا ماتي 1560 الشيمي 1800 الحلوب غير قلوب 3125 3125 ما شاء الله المورو على 2250 مورو الأحمر هذه الكعبة تلقاها حمراء من داخل بنين ياسر هذاك بالموس لسان عصفور هذاك هذول اللي عيطوا له زاد مورو لسان عصفور يعطيك اللي عندك هذاك في البصل دونك باش محلاه باش نحاولوا ناخذوا الاسوان نتاع الحم وكل هذول فما مشوى ليلة حفلات سيدي بوسعيد صباح الخير إذا في عايشي الحمد لله ما احنا يا زازار متاعنا كيراني يفرح الحمد لله عن العلوش تنمو ما يفرحوش بها تفرح كيف واحد يفرح بها سم بالله عند الحق مسكين هما قالوا راهو بشغلة ولا في رمضان انتوما ما كنتوا تغاليين سيدي بوسعيد لنا اوكي خذينا كلمة قمروه لوليد هذي اي العلوش الكيلو على 29 دينار السدرة 18 دينار الهبرة 28 دينار الكبدة 23 دينار هذه بالنسبة لكبدة العلوش كيف كيف البقري نقاوها على 30
السلامي ب 30 الكيلو، القديد العلوش 47 دينار، قديد البقري 43 دينار. هذا ما يبيعش كان البقري والعلوش، هذا يبيع حاجات تجاري كيما النواشر وكل العولة الكل نلقاوها موجودة. وبربي كي كعبة الهمبرجر هذوك بقديش الكعبة؟ شوف عمل طلة بهينة هذوك نتاع الطبخ السريع. شنيا قلت لي شنيا هو يسمع فيك هو؟ الهمبرجر هذيك هذيك اي قديش؟ لومبرغر لومبرغر لومبرغيني قديش؟ حرام عليكم راه ولا 28 الكيلو لومبرغيني يطلع تطلع لومبرغيني. عودتني انيسه خليتي سمعة خايبه قول لي تبا اي مام قال نهار كاس عند الايام يا خويا انا صحيح عايشه ربعينك نهار صحيح يسأل على المكشاحة. اي شفت خالد سادة طيب في سيدي بوسعيد. لا لا خلي انت خير. لا انت قلت انا خير. انت واحدة قلت انا الاصل وانا خير. راني نرجع راني. شنو ترجع مكشاحة خالد سادة طيب دونك ولاو قابلين كواحد. هاجيت مكشاحة تفضل مكشاحة نجم تحكي انت وساسوها. اسأل عليك جزار الحومة بتاع سيدي بوسعيد. تفضل ساسوها مرحبا. نعم. والله لا لا والله انا توا اختي الحومه انت ما نظنش كانت تتذكر ولا فاز نتذكرهم الناس الكل لنا. قال لي هو سمعني تخرج مرتين في حياتك. قال لي هو الحمد لله خرجت مرتين وقعدت في الذاكره في ذاكره المواطنين والتجار اللي في المرشيد اللي نوجه لهم تحيه كبيره ياسر يستقبلوني بالترحاب ما شاء الله عليهم. انا ديستانجي معناها ما شاء الله عليا فين نمشي نخلي هكا الحمد لله يا ربي حتى كي نمشي ويسألوني عليك ما أقول كان كلمة الباهية عكسك أنت وهذا دليل على أنه الغيرة يعني الغيرة هكا لهبة في جيشك. ما نحبش نقول كلام آخر خلي نكتفي بها. شكرا لك لازم ترجع للأخبار. شكرا لك بارك الله فيك مكشاحة. شكرا هذه كانت سبحان الله هذا كان الكوم تاع مرشي اليوم كل آفة كل آفة ربي يجيب لها آفة سبحان الله سبحان الله. والله يا حسين عم قص الكيس ما نزلتش نسمعها بالكدين مثالش مسجلة مسجلة الحكاية عندك حق الرد غدوة عندك حق الرد غدوة مسجلة مسجل بوا مخشي مسجل نجم تعاود تسمعوا وغدوة تجاوبنا. شكرا لك سؤال جميلة رائع وراك واحد يبيع جلاس خذ شوية جلاس برد قلايبك إلى أن قدرت ربي توصل بحذنا لهنا العشرة والثلاثين دقيقة هذا كان بوا مخشي من سيدي بوسعيد. وين نمشيو؟ نمشيو لولد بنتي الجميل الرائع صاحب الضخامة والفخامة في كل شيء ما شاء الله تبارك الله. دونك باش نحكيو معاها اليوم على برشا أخبار تابعة الميديا في ميديا ماج. ميديا ماج صباح النور وجيه صباح النور للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا على اي اف ام. احنا اليوم باش نحكيو في ميديا ماج على اضراب عام في الاعلام العمومي نهار 6/2 افريل وباش نحكيو على التمديد في الاحتفاظ بخليفه القاسمي مراسل اذاعه موزايك. شنو هي اللي صاير في قطاع الاعلام هذا باش يكون الموضوع الرئيسي اليوم كما قلت لكم في ميديا ماج مع ضيفي رئيس نقابه الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاسي اللي حاضر معنا عبر الهاتف. صباح النور محمد ياسين. صباح النور مرحبا بك وكل المستمعين تاعك ياسين. نبدا معاك بسؤال اولي خلينا نقولوا شنو هي اللي صاير اليوم في الاعلام العمومي حتى تقر النقابه اضراب عام نهار السبت 2 افريل. والله هو السؤال مش شنو اللي صاير شنو هو صاير معناها بالضبط كل شيء كل شيء موجود في الاعلام العمومي. هناك يعني عديد المؤسسات كما التلفزه والاذاعه والبريس وتوسفريق الاباء هي مؤسسات يعني عندها مشاكل منذ سنوات يعني مشاكل متراكمه وقد ما تزيد يطول الوقت قد المشاكل هذه تزيد. عندنا مشاكل في التسيير ثم مؤسسات اليوم ما عندهاش مسيرين ومديرين عامين ثم مشاكل في اللوجستيك نتاع العمل مشاكل هيكليه ثم مشاكل في التحرير والخط التحريري تاع المؤسسات هذه بعد 25 جويليه خاصه لنا نحكي على التلفزه التونسيه كيف تحولت الى تلفزه الصوت الواحد والراي الواحد ولم يعد يسمح للاراء المخالفه ان تكون موجوده في التلفزه هذه. مشاكل ماليه كبيره يعني خلت المؤسسه هذه غارقه في الديون
وفما حاجه نتصور التوانسه الكل يعرفوها انه التلفزه ما قدرتش حتى تشري البطوله الوطنيه اللي هي سابقه عمرها ما صارت في التلفزه وبرشا مشاكل هي لما حالك تحكي تقعد ساعتين تحكي ما تفهمش المشاكل والمشكل مش في مشاكل تقولوا هي موجوده من قبل المشكل انه تعاطي حكومي لا مبالي كانه ما عندوش مشاكل كانه وسائل الاعلام جوها باهي وتخدم وما عندهاش معناتها المآسي والكوارث اللي عايشه في وسطها وعملنا عديد الاجتماعات والمفاوضات وصيغه عديد الاتفاقات ولكن ما تم حتى تحرك جدي ولو تفاعل جدي ولو بسيط هكذا الحكومه من الادارات المؤسسات هذه دونك احنا معناتها في اطار تحملنا لمسؤوليتنا التاريخيه وما نرضاوش ان نكونوا شهود زور نقعدوا نتفرجوا في الوضع قاعد يغرق تحملنا مسؤوليتنا ودعينا الى جمله من التحركات التحركات ما بداتش بالطبيعه بالاضراب العام بدات تحركات تصعيديه تدريجيا فماش من المسؤولين في الدوله والولايات المكلفين انهم يجريوا القطاع الاعلامي يتحركوا ولكن ما تحركوش معناتها الناس تريسكي ان حتى شريها ما توصلهمش معناتها باعتبار حاله الفراغ في المؤسسات هذه تحركنا ومن منطلق مسؤوليتنا اعلنا قبل مبدا الاضراب والمره هذه ما قررنا الاضراب في الاعلام العمومي نهار 8 ابريل ظهر لي مش الشريكة هو زاد فما مشكلة متاع انه مثلا تمت معاقبة كل من يشارك في اي تحرك نقابي من التحركات اللي اقريتوها قبل بالضبط هذا معناتها في اطار انه الناس تحتج وتقول لا راهو هذا وضع معناتها غير عادي وراهو التلفزه راهي ملك الناس الكل ماهيش يعني ملك طرف سياسي والا ملك المسيره نتاعها والا التلفزه ملك الناس الكل خلص فيها الناس الكل من جيوبهم ومن حقهم انهم يشوفوا معناتها اعلام موضوعي وتعددي ومتنوع واي حد يحتج احنا عندنا تو شكون معناتها متعدي على الكونسي في التلفزه فقط لانه احتج هذا ضرب للعمل النقابي وضرب لحريه معناتها بعد 10 سنين من الثوره باش تطرح في الوضعيه هذيا معناتها لا يزي انك التلفزه تفرض عليك صوت واحد وانفلاق تام ولا يزي معناتها كي تتكلم تتعاقب احنا بالنسبه لنا ما عندناش صحفيين يدخلوا للكونسي على خاطر التحرك الاحتجاجي هذا ما نقبلوش به وهذا معناتها حاجه لازم تقبل كل شيء كان هذه بالنسبه لنا لازم الناس اللي تشرف على الاعلام العمومي تكون عندها الاهليه وعندها الكفاءه باش تدير مؤسسه اعلام عمومي وتقول انه وتضمن انه التعدد والتنوع راه هذه ماهيش ماكش تجري في شركه خاصه تجري في مرفق عمومي تجري في تلفزه تونسيه نعرف الناس الكل انها نجحت في بعض في فترات الانتقال الديمقراطي انها يعني قادت الانتخابات بطريقه موضوعيه انها عملت مناظره رئاسيه واجتماعيه شهيره يعني كبيره بالكبير وكانت كان عندها مستوى جيد حتى في انتاجاتها وما الى ذلك يعني رغم كل الهينات وكل اللي نجموا نقولوه الا انها كانت عندها حد أدنى من الموضوعية ومن التنوع كانت موجود ولكن توا فهمتي رجعت إلى ما قبل يعني الثورة رجعت إلى صوت واحد الصوت المخالف يقمع ما يدخلش يعني مش تعليمات يعني فوقية هي ولا كلها تعليمات تلفزة ولا تمشي بمنطقة التعليمات وبمنطقة الإقصاء وبمنطقة التوظيف به ظهر لي المشاكل اليوم في قطاع الإعلام مش كان في القطاع الإعلام العمومي على خطر زادة باش نحكيه على إيقاف مثلا خليفة الجسمي مراسل إذاعة موزايك واللي البارح تم تمديد فترة الاحتفاظ به كيفاش ريتو كنقابة القرار هذا وخاصة أنه البارح خرج أنه تم التعرف على المصدر اللي أعطاه الخبر لمراسل إذاعة موزايك كافي هذا الحادث هذه ايقاف زميلنا صديقنا خليفه الجاسمي من يعني من اخطر الحاجات اللي صارت انا نقول في تونس بعد الثوره انه صحافي يلقى روحه في الايقاف وبمقتضى قانون مكافحه الارهاب فقط لانه هبط مقال هذه معناتها كارثه احنا راهو نوضحوا للناس انه ماناش احنا ضد محاكمه الصحفيين او تتبعهم صحفيين كما المواطنين الكل يتم تتبعهم ولكن تتبعهم في اطار تاديه مهامهم عنده قانون واضح وعنده مرسوم 115 واضح ويحدد كيفاش تتبع وايضا عندك حماية المصادر هذه مسألة واضحة في القانون يكفلها القانون بكل وضوح ما تعطي مصدرك لحتى حد وعندك الحق تحمي المصدر بتاعك إلا أمام القاضي اللي بيشاهده في الجلسة هو الوحيد اللي عنده حق معناتها يطلع على المصدر وهذا راهو موجود في العالم كله وخليني نقول انه جوهر حرية الصحافة وجوهر استقلالية الصحافة هو منها حماية المصادر هذه مواثيق دولية ووطنية والكل تحكي على ضروره حمايه المصادر لانها من انبل مسار خليفه الجاسمي اليوم موقوف لانه دافع عن حقه الاحتفاظ بمصدره دافع عن حريته ودافع عن شرف المهنه شرف المهنه هي ان تحمي مصادرك وان تحمي يعني كل الناس اللي تقدم لك المعلومه وهي ما تخرجش ولكن حتى بعد من المصدر هذا الضر وجاء تحمل هو مسؤوليته ايضا اخرى وانا اللي سردت المعلومه واصل الاحتفاظ به لانه هناك اراده واضحه لمعاقبه كل الناس اللي تكتب بحريه واللي تنشر الاخبار بحريه يحبوا يرجعوا الصحفيين مجرد كتب عموميين ينقلوا البلاغات اللي تهبطها الوزاره وتهبطها الدوله كما هي هذا مش دورنا دورنا ان ننير الراي العام
دور ان نقولوا للراي العام شنو يفهم في البلاد، دور ان نتحراو المصادر ونغطوا المصادر ونحميوا ايضا المصادر نتاعنا، ودورنا ايضا ان نخدموا بكل حريه. ما فماش ضوابط تحطها لنا فرق امنيه ولا يحطها لنا وكيل الجمهوريه، لا احنا الضوابط نتاعنا هي اخلاقيه المهنه، ضوابطنا هي القانون. وبالنسبه لنا خليفه الجيشي هو يعني كل الصحفيين التونسي اللي قادرين يخدموا ويعرضوا في انفسهم المخاطر من اجل حمايه حريتهم وحمايه استقلاليتهم. احنا ما زلنا مواصلين في تحركاتنا، ووفرنا فريق كامل للدفاع على خليفه، غدوه باش نكونوا موجودين واقفين يعني في في في, في وقفه تضامنيه معه كم صحفيين ومجتمع مدني يعني قدام نقابه الصحفيين باش نوصلوا صوتنا انه كان تهزوا خليفه. راهو احنا كلنا هنا في خليفه القاسمي، وكلنا مستعدين ندافعوا على خليفه، وكلنا مستعدين ان ندافعوا على المبادئ اللي ندافعوا على خليفه، وماناش باش نسلموا في حتى 1% حتى من حقوقنا. ما نعرفش كنت اكد لي زاده محمد ياسين انه تقريبا خليفه مازال مواصل في اضراب الجوع اللي قام به. لا خليفه رفع اضراب الجوع من نهار الاحد. باش نحكيو زيد على موضوع اخر نحب زيد ناخذ فيه رايك. البارح خبر هبطته والا هبطوا موقع نوات ايقاف زوز مصورين صحفيين ينتميوا للمؤسسه على خاطر تصوير ومضه تحسيسيه تتعلق بالتحرك الاحتجاجي المرتقب، وحتى معناها اللي حمله تعلم عمو الخاصه بوفاه عمر العبيدي. كيفاش تبعتوا الخبر هذا وكيفاش باش معناها التعامل مع الموضوع هذا؟ لا هو انا شخصيا تابعت الموضوع من الاول. انا معناتها انا نتيب صحفيين وفي نفس الوقت صحفي في نواه، تابعت الموضوع منذ البدايه وتدخلت من اجل انه يتم اخراجهم فورا، لانه هما يخدموا على رواحهم. وجات الفرقه الامنيه قلت لهم معناتها هزت الناشطين وهزت الاساتذه المحامين وهزت مجموعه تعلم عوم وهزت حتى بو عمر العبيدي هزته وهزت الصحفيين نتاع نوات، وحتى ثم اتهموهم انهم هما اللي جايبين ستيرنا وهما جايبين الكاميون باش يصوروا الومضه نتاع عمر العبيدي. والتعامل كان وقتها نتاع الداخليه انه هزتهم الناس الكل وعطوهم حتى استدعاءات، اليوم عطوهم البارح عطوهم استدعاءات للوصول امام الفرقه مره اخرى. ولا في قضيه في المكان هذاك في ود مليان اللي مات فيه عمر العبيدي، الداخليه تمنع من الناس انها تمشي حتى ولو انها تحب تاخذ حقها، تمنعك انك تاخذ حقك وتمنعك انك تعمل حركه رمزيه تضامنيه. البلايص هذيك معناتها مثلش الافلات من العقاب، ثم تشدد كبير في الدوله. ما عندكش حق تعاقب واحد اخطا خاصه اذا كان من الامنيين، هذه المنطقه نتاع الدوله. الناس هذوما مشاو يتحداو في المنطقه نتاع الدوله نتاع تحصين المجرمين من افلات من العقاب، تحصين المجرمين من العقاب والضرب وصوروا سبوت ومشات معهم الصحافه لقاو رواحهم كلهم يبحثوا. يعني من بعد هذا الكل يجيك شخص يقول لك مثلا يقول لك الحريات مضمونه وما الى ذلك، هذا ما عندوش معنى. راهو الشعارات حاجه وفعل حاجه اخرى. اذا تقول لي الحريات مضمونه وانت اي واحد يهبط بالكاميرا يلقى روحه موقوف ولا يلقى روحه يبحث ولا كما خليفه يلقى روحه موقوف، عن اي حريات تتحدثون؟ هل تونس بعد 10 سنوات وصلت للمرحله هذه؟ هل بعد 10 سنوات من الانتقال ومن القوانين والتشريعات والتطوير وما الى ذلك باش توصل انك ترجع توقف الناس في الحبس؟ احنا الوضع هذا ما نقبلوش به. وتحركنا ونحركوا تو وسنتحرك حتى في المستقبل بجهدنا وبأصواتنا وبأقدامنا والدفاع على مبادئنا حتى ندافع على حريتنا وندافع على آخر مربعات الحرية في تونس اللي هي حرية الصحافة، حرية التعبير، حرية التظاهر وكل الحريات العامة والفردية التي كفلها الدستور وصادقت عليها تونس في اتفاقياتها الدولية. بالنسبة لنا احنا معركتنا نخوضوها حتى لو كنا وحدنا، ولكن في نفس الوقت دعم المجتمع المدني، دعم الأحرار، هذا من أجل يكون كان سند قوي لنا. شكرا لك محمد ياسين الجلاسي نقيب الصحفيين على التدخل هذايا. سمعتوا اللي كان يحكي فيه نقيب الصحفيين وتبعتوا زيادة شنو قاعد يصير في الاعلام التونسي اليوم هذايا، منعرف شنو رايكم في الموضوع. يوسف كيف تسمع حاجتك في نادية ايقافات بالجمله على اي تحرك على اي تعبيره على اي تصويره الحمله؟ انت كصحافي شنو الامان اللي انت فيه؟ والله انا فما كلمه بركه ما انت قالها ومعاه على الاخر انه فما اراده وجوج وليت فما اراده واضحه انه نرجع الاعلام التونسي والصحافه التونسيه ترجع اللي قبل ما كانت 14 جان في 2011. معناتها الصحافه بافوي خلينا نقولوا نحن نتاع لازم تكتب في الطريق واحد
يخوف الحقيقة، وخايفين تصوروا السنتيمون تاع اي اعلامي حتى ما يكونش صحافي معناتها اعلامي باش يقول كلمة ولا حاجة باش يولي يحسبها قبل. لا هذايا ضرب للحرية كل، حتى احنا كمبدعين ولا ممثلين ولا مسرحيين ولا فما عباد وقفت على ستاتويات فيسبوك راهو وجهك تخاف تقول وين ماشيين، اسكو مازالت الحريات؟ لانه وشكون اللي رادة من شكون؟ اللي رادة الواضحة هذه من شكون؟ لانه رئيس الجمهورية يقول انه حرية الصحافة والتعبير ما زالت مضمونة، من شكون الإرادة؟ معناتها وليت راهو دون لو فلو الحقيقة، الناس كل وليت خايفة وراهو باش تولي، خاطر راهو شوف فما صحفيين عندهم شجاعة ويكتبوا مع لبالوش وما يخافش، أما راهو فما برشا صحفيين يخاف، يقول لك أنا عندي عائلة، ومن حقه راهو باش يخاف، يقول لك عندي عائلة ممسي عنده المعلومة باش يقولها، وأنه كما قال هي مهنة شريفة معناتها ولازم توصل المعلومة وما تكشفش على مصادرك، أما فما عباد راهي تخاف الحقيقة. أنا واحد من الناس نخاف مثلا تجيني معلومة ونجم نقولها ونحس أنه باش تعمل لي مشاكل، راهو نخاف ما نعملهاش الحقيقة، ومن حقه أنه إنسان يخاف. راجح تخاف تتمة الكلام خويا يوسف، هاوكا معناتها هاوكا الرسنتي نتاعو كما قال أنا توا وليت نخاف، دونك لو مو دوغدغ يظهر لي واضح، مساج يظهر لي او اي فور ووصل، ما كنش كيما مثلا عملنا الاكزرسيس لهنا الحكايه يظهر لي كل ما احتك الخبر والا تعاطي نتاع خبر والا معلومه مع وزاره الداخليه تكون العواقب كما كنا نسمع، وكأنه معناتها المساج اللي قاعد يوصل احنا الولاد ده وكما تلعبوش معنا، انا تفدليكنا خايب ولعبنا ماسط ونهزوا للحبس، تتهبط اخبار فيه الداخلية طرف السيد او عنده جمعة وشوية، تهبط تصور معناتها في تحركات احتجاجية في طرف القضية وفي الداخلية زادة كيف دونك واضح المساج هاوكا. نمشي الخبر تحب كم تفضلي معناها على الموضوع هذا. الحمد لله معناها رغم كل اللي صاير مازال عندنا صحفيين ما يخافوش، ومازال فما اخبار قاعده تخرج يومين. نمشي للخبر الثاني تاع لولو راهو معناتها الحقيقه فما عبيد ما تخافش، اما لوبجيكتيف اتا فما انت ايش نقول لك، راه فما عبيد ما تخافش تقول لك اذا كان انا راني تو باش نخاف، راه من بعد باش عرفتك اللي انت عبد يطلب منك هكا ومن بعد يولي يطلب منك اكبر، ومن بعد الحريات تمشي وتتغم، تمشي وتتفك، تمشي تتفكم اللي كان عندك مكسب انك تتكلم، انك تعبر، انك تستعمل لغه معينه، انك تستعمل صوره معينه في التعبير على اللي انت تحب تعبر عليه ولا رفض الحاجه معينه، بالخوف تولي تزيد تخنق اكثر واكثر واكثر. هذيك شنو انا الحقيقه ما شارككمش الفكره، على خطر لو كان خافوا راهو خافوا في عهد بن علي وانت ماشي العهود اللي جيت بعدها، وتعرفوا انه برشا صحفيين كانت عندهم الكلمه وتجاوزوا معناها وتكلموا وكتبوا مقالات في عهد بن علي، واضحه كانت واضح انك واضح. في عهد بن علي كان واضح ما لازمكش تتكلم، تسكت، ما تحكيش في المواضيع هذية، واضحه الحكايه كانت هذي دون لو فلو راهو معناتها الحقيقه ما في عهد بن علي كان واضح الشيء توا في الفلو، ما تنجمش تعمل حتى شيء معناتها ما تتقارنيش بعهد بن علي كيما توا مش كيف كيف معناتها الحقيقه. حاب يقول لك المنظومه كانت انستالي في وقت بن علي، ديكتاتور لقينا المنظومه كيف توا في شونجمون دو بيزاج، نحكيو على ديكتاتور، نحن نحكيو على ديكتاتور كان يقمع في الكلمه على العبيد. اي وتو الممارسات هذه ما تحسش اللي احنا ماشيين للثنيه هذيك، يلا خير على نمشيو، يلا خير نمشيو للخبر الثاني. نحكيو على بلاغ هبطته النقابه التونسيه للمهن الموسيقية والمهنة المجاورة. اللي صار هو البارح حسام حمد على إذاعة موزايكا فام وفي برنامج على كل لسان في الفقرة متاعه اللي هي كان فاتك الكلام اسمع حسام حمد، العنوان متاع الفيديو هو عبد الحليم يكرم فاطمة بوساحة، وحسام حمد خذيه شخص قاعد يغني في غنيات، مش خذيه بالتليفون ولكن تسجيل لشخص قاعد يغني في غنيات فاطمة بوساحة، ولكن بالطريقة كما طريقة الغناء متاع عبد حليم حافظ، وعمل المقارنة بيناتهم، يعني كان يغني يعدي الأغنية متاع فاطمة بوساحة ومن بعد يعدي السيدة ذي هو يغني بالطريقة متاعه. يبدو أنه نقبل تنسي المهن الموسيقية والمهن المجاورة تغشت من الشيء هذي واعتبرته أنه يندرج معناها في التطاول على الفنانين التونسيين والتعدي على حرمة الموتى. يقولوا أنه حتى في الفقرة متاعه لم يترحم على روح الفنانة فاطمة بوساحة، والضحك كان موجود في
الاستوديو على اغاني فاطمه بوساحه كما الاغاني نتاع عم الشفور وغيرها من الاغاني اللي عرفناهم على الفنانه هذيا. والنقابه تقول في البيان نتاعها انها تعبر على تنديدها بما صار في الفقره هذيك. فقط بربي علي يزيد فسلي اكثر معناها اللي غني وردها وتريه الاغنيه معناها ولا صوت عبد الحليم تقريبا؟ صوت عبد الحليم. عرفتك الاغاني اللي يبداو بالطريقه نتاع عبد الحليم بالضبط. أي فهمت أي هو كان اي كان يعدي لك ولات عاطفيه زعما هكا شوي ولات اي ما عادش مزود اي ولات ما عادش عاطفيه. شنو هو المشكل ما فهمتش اي هكاكا بالضبط تشبه هكا خاطر صوتك هو ما غير عازم باخوتي هذه تتعمل في الحاجات الكل تتعمل في الغناء تعمل في التمثيل تعمل في كل شيء. انا تو كيف قلت مثلا بوسي جايه تجري من بعيد وشعرها يهفف وتعيط احمدي باخوتي على مشهد غرامي في محبه حريه ريت مو شنو لهنا زاد حريه وحريه انه يوموريست خاطر حسين حمد في اليومور معناتها في الفقره نتاعو لا حريته أنه تو في كل حكاية باش يقولها فما شكون باش يخرج له يقول له رانا نحنا مغشين هكاها ونقعدوا هكاكا نحنا تونس باش نمشي بقدرة ربي إلى الأفضل في الحكايات هذية معناتها في أي كلمة باش تعملها أي حاجة أي بارودي أي كرونيك أي بابيي تكتبه وتقراه في الراديو ولا في التلفزة راه فما شكون باش يجي يقلقك باش تولي هكاك الحقيقة علاش على خاطر نحنا الإعلاميين الصحفيين ما فرضناش الاحترام الحقيقة لا ما فرضناش الاحترام الحق متاع ربي معناتها ولا أي واحد أي واحد عنده الحق يدخلك أنت اش تكتب واش تعمل واش تحكي واش تنقد وشنو ويقوم يبكي لك ويردك أنت معناتها صراحة ولا شيء ولا شيء ولا يعيف ولا شيء ولا يعيف. ذكرتني في المسلسلات قبل كيف كنا مثلا في مسلسل جودي نمبرتوكو مثلا في إخوة وزمان جبدنا شوية على اللي تمثل أمي زعما مريضة بالكليوي وحبينا نعملوا العملية توفيت قبل العملية في قطاع الطب الكل قلبها الدنيا وعمليات هذيك الكل وناجحه في تونس ماتت قبل العمليه معناها وبرا يا سيدي ليه وبرا انت مسيت قطاع من القطاعات مست باش تمس مثلا حاله شاذه خلينا ان نحكيوا عليها خلينا نفركوا خلينا نقولوا اللي فما حاجات تتمس في القطاع هذاك ماهيش حلوه لازمها تتحسن معناها وين المشكل وليس بمرض بعيد معناتها داري بن جمعه في الفوندو السيزون اللي فاتت على البروف نتاع السبور على لاتوشمون وكذا قال كيفاش وتكلمت العباد وخرجت محامي كيف كيف في مسلسل واحد اخر قال الاستواء المحامين يقوموا بالممارسات هذوما ما عندناش شكون يعمل هكا فهمت مال هما بيانات راهو انا تعريت البيانات كي تقرا باش تقراه بيان وكها وتعديت الحكايه باش تمشي على روحها معناتها ماركي في نهار واللي يعمل في البيان ماركي في نهار يلا نعديو شكرا ليك علولو بركه الله فيك على الاخبار والله بعد شويه الموعد مع الكويز اما قبل سيد المخرج شنو هو باش تسمعنا بعد الفاس إبريد برنامج ساهمت راديو إي إف إم من التسعة ونص لنص نهار تبع المدام وشوف اللي صار مع وجيه الجندوبي على إي إف إم أحلى راديو إي إف إم 55 دقيقة يلا يا سيدي لقيت هذايا ماكم تعفو تعودتوا بيه وقيت الامتحان في كويز المدام أبنائي حاضرين؟ حاضرين عايزوا لي علي من الأوبن سبيس علي يدومون ذلك يلا علولو السؤال الأول يلا علي مانيش مفلتتك علي ربي معانا مش كي تمشي لتركي قديش من تحرك احتجاجي بسبب انقطاع الماء في تونس عام 2022 ما في الإجابة تحسب تغلط 2022 يا 2022 العام قاعد يثبت من العام قديش من تحرك احتجاجي بسبب انقطاع الماء في تونس اعطيني في سعراج 66 60 يوم 60 يوم باليوم صار مش عبد 60 تحرك 60 تحرك اي 60 تحرك 1000 عبد قديش من تحرك 1000 تحرك 1000 تحرك 600 تحرك شكرا ليك 634 تحرك الله. احتجاجي الله. في 2021 على خلفية الانقطاعات المتكررة للماء عادي لا لا. عادي. عادي هل هذا عادي اسمه الماء والماء شبيه منقطع دونك العباد لهناش تعمل الحل الوحيد
نحتاج والله يا ابني 2020 2021 مثلا نحكيوا على قصان الماء مش قوي ريت بالله بالحق ستي ما احنا حق هاو اليوم ام خنسيب قال لك اليوم في اذاعه شقيقه ما نعرفش شكون دخل في الموضوع السبت قالوا اليوم باش يرجعوا ان شاء الله اليوم يرجعوا كهاء خاطر يزي كفانا كفانا ولا سسمة مسكينه جات عبي في الباب من هنا درساف سي غراف والله صبر اي فكره حتى انا بعد نعبي منه شنو متعبي من هنا واه 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 وادارتكم اولى بكم السؤال الثاني ادارتكم اولى بكم شنو هو السبب اللي خلى الامن يقوم بايقاف شاب في المدينه العربي سبب سمعناه سمعناه الصباح زاده مع فيقين ترى اعطيني الاجابه دوبلكشي في تونس لهنا قام يعيط شنو هو السبب انا قلت ما في بالكش مع البالكش يحتفظ بالإجابة يحتفظ بالإجابة علولو خاطر هو معد فيقين ويعرف الحكاية حكيوها مثلش مش مشكل راجع قام بتصوير بعض البيعة قام بتصوير بعض صور البيعة صور في بلايس ما كانوا صور فيها تحكي بجدكم يا خمس مات بوش بيها الحكاية يوسف فوشيك ترشق في الفوشيك ترشق الفوشيك وهربوا السياح اما اللي ضحك انه انا نذكر قبل في حومتنا عمت الثوره فما رجل كبير كنا هكا قاعدين نلعبوا في الحومه خرج رمي فوشيكه في عمت الثوره انت بعد الثوره طول الناس كل خايفه وكل شيء تروحوا شدوا ديالكم هو هارب والناس تجري في جرته بالتزامن مع نزول عدد من السياح للمدينه العتيقه يقوم شاب يلوح فوشيكه شيء اللي اثار ذعر السياح وهرب عمل عمليه بيضاء شقلوا المخ شنو اللي جاي لبالو علاش لماذا ما نعرفش عملتوها انتم في الشارع سوري احنا في العمان حملين في الرومبوان اقسم بالله معناها سبحانك كلمة غداد على خاطر فلوش تتحوس على روحك لبس حوايج العيد في العيد وكل فوشيكه تحت ساقين تسمع كان واك واك والدنيا العشرة وثمانية وخمسين دقيقة وقايت الأخبار نرجع نكملوا في الكويز مع المدام بعد شوية مكملين مع المدام وجيها على إي إف إم أحلى غدا